كلها بحكمة صنعت. بارك يا نفس الرب. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى غلاطيا. يا إخوة، إذ نعلم أن الإنسان لا يبرر بأعمال الناموس، فإنما بالإيمان بيسوع المسيح. آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لكي نبرر بالإيمان بالمسيح لا بأعمال الناموس، إذ لا يبرر بأعمال الناموس أحد من ذوي الجسد. فإن كنا ونحن طالبون أن نتبرر بالمسيح، وجدنا أيضا نحن أيضا خطاة. أفيكون المسيح إذا خادما للخطية؟ حاشا، فإني إن عدت أبني ما قد هدمت أجعل نفسي متعديا، لأني بالناموس مت للناموس لكي أحيا لله. مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا، وما لي من الحياة في الجسد إنما أحياه في الإيمان بابن الله. الذي أحبني وبذل نفسه عني. فصل شريف من بشارة القديس مرقس الإنجيل البشير التلميذ الطاهر. قال الرب: من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن أهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل يخلصها. فإنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ لأن من يستحي بي بكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ، يستحي بابن البشر متى أتى في مجد أبيه مع الملائكة القديسين. وقال لهم: الحق أقول لكم، إن قوما من القائمين هاهنا لا يذوقون الموت
حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة.